Thank you. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديده من اطباء على الهواء انا سعيد جدا بهاي الحلقه هذا شهر اكتوبر اكيد حلقتنا راح تكون بتخص هذا الشهر وراح راح نعلق على هذا الموضوع كمان شوي يعني عشان ما نقول بس شهر اكتوبر راح ابلش الحلقه زي كل مره بنصيحه حلوه لكم يا رب افيدكم اذا عم بنفيدكم خذوا ورقه وقلم أرقام تليفوناتنا رح تطلع قدامكم على الشاشة، احكوا معنا، آه معنا اخصائية متميزة جدا 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 اليوم، استغلوا الفرصة. نصيحة اليوم، اليوم آه بدي أحكي شوي بما إنه احنا رح نكون عم نحكي، خلينا نقول رح نحكي عن سرطان الثدي أنتم عارفين، وشفتوا الإعلان وشفتوا البرومو، بما إنه رح نحكي عن سرطان الثدي، حابب النصيحه يكون لها علاقه بنصف المجتمع او حتى اللي هم ثلثين المجتمع حتى او اكثر مش نصف المجتمع هم اخواتنا وامهاتنا واحبائنا السيدات في مجتمعنا. النصيحه اليوم اللي بدي احكي لكم بدي احكي لكم اياها انا كطبيب اسنان ما رح احكي بأبعد من اختصاصي رح اترك هذا للاخصائيين في اختصاصهم. النصيحه لليوم رح تخص ما التقطته في بعض الحالات من زيارات السيدات الى الطبيب عموما كان ما يكون باي اختصاص في إشي احنا بنسميه ثقافه العيب ثقافه العيب في غير مكانها عم بتادي لضرر بصحه افراد احنا بنحبهم هم اخواتنا هم بناتنا هم امهاتنا ثقافه العيب في غير مكانها مثل الطب والعلاج وبهذا الشيء لا يوجد حياء، لا حياء في العلم، اوكي؟ ما ما غير محبب، يعني لما بدك تحكي يا عزيزتي لطبيبك، لما طبيب بدك يسالك اذا انت حامل، مثلا عندي انا عند طبيب الاسنان، مش محرج السؤال قد ما هو حرصا على صحتك، يمكن انا ما بقدر اعرضك للاشعه، ما بقدر أعطيكي ادويه معينه، مضطر احكي مع الطبيب المختص هلا في بعض الواعيين طبعا ما بقول للكل البعض من مجتمعنا الحبيب ما زال يخجل والحياء جميل لكن في مكانه في غير مكانه هو مضر يخجل انه يقول بوضوح للطبيب انه انا اه, آه ممكن حامل آه ممكن من قطعه دوره عندي مش متاكده بدي اشوف هذا الشيء ما تخجلوا منه هاي المعلومات ضروريه وحتى لو كنتوا شاكين بشيء اعظم واكبر الانسان الوحيد الصحيح اللي لازم تحكوا معه قبل حتى اي افراد من فرد العيله يمكن هو الطبيب فما يكون في حرج مع الطبيب وفي من الاطباء ما يناسب اذواق الجميع يعني ما شاء الله بالاردن يعني ما بتخلى <applause> عندك يعني الطب رائد ومن الحقول الناجحه جدا 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 في هذا البلد الحبيب. آه ان شاء الله يا رب تكون هاي النصيحه فادتكم آه ثقافه العيب خلينا نلغيها بالصحه، خلينا نساعد الاطباء، خلينا نكون واضحين وصادقين كامل الصدق مع الطبيب عشان يقدر يعطينا 100% آه من خبرته وعلاجه ومساعدته. اليوم حلقتنا عن سرطان الثدي وضيفتنا ضيفة مميزة كثير رح تسألوني أنا ليش ماسك هاي المجلة هاي الصفحات الطبية عليها ضيفتنا اليوم الدكتورة سناء السخن الدكتورة سناء السخن استشارية أمراض الدم والأورام وأمراض الثدي البورد الأمريكي في أمراض الدم والأورام البورد الأمريكي في الأمراض الباطنية ماجستير في العلوم الجزيئيه السرطانيه زميل الجمعيه الامريكيه للامراض الباطنيه زميل الجمعيه الامريكيه والجمعيه الاوروبيه للاورام استاذ مساعد كليه الطب الجامعه الاردنيه سابقا مدير مركز الثدي ورئيس قسم قسم الامراض النسائيه في مركز الحسين للسرطان سابقا رئيس جمعيه الاطباء الاردنيين خريجي الولايات المتحده الامريكيه اهلا وسهلا فيكي نورتينا سعيد جدا انا بتلبيتك للدعوه على مع انه أعطيناك وقت قصير كثير فنحن شاكرين لك اهلا وسهلا فيكم ومساء الخير لكم وللمشاهدات والمشاهدين الله يخليك يا رب كيف كانت هاليومين هال على الخبر القصير ان شاء الله يا رب ما نكون عشقناك مع جدولك المزدحم جدا 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 لا اتس okay. انا مبسوطه لانه بشكركم بشكر جهود كل القائمين على حمله التوعيه بهذا الشهر وبكل <applause> شهر بتمنى تكون على اهميه مرض زي كل الامراض ممكن علاجه وبصيب نسبه مهمه جدا وفعاله في مجتمعنا تشكل نسبه كبيره وكمان تشكل كونتريبيوشن كبير للمجتمع مش بس انه عدد هم اهم جزء يمكن انا بتحيز شويه للسيدات بس هي حقيقه يعني السيدات يشكلوا جزء كبير من المجتمع جزء فعال جدا من المجتمع اكثر من نصف آه تقريبا هي اكشلي بالاردن باي ذا ويت اولموست 50 50 والله بس دورهم آه ما في حدا بيقدر ينكره <applause> آه. والكل بيقدره وهذا مرض خطير بيأثر على نسبه المهمة جدا وممكن علاجه يعني هذا اهم شيء هذا اللي بتمنى بهاي اللقاء نركز عليه ان شاء الله يكون التوعيه عن طريقك ومن خلالنا آه مفيده جدا للسيدات احنا اليوم اللي راح نركز فيه اتصور على الـ الـ كيف نساعدهم بالبيت انه يستدلوا ليوصلوا يفهموا يعرفوا ويقدروا آه هم يفحصوا حالهم ويدوروا قبل ما يوصلوا ولما يوصلوا عند الطبيب ايش ممكن العلامات اللي يدوروا عليها، طيب بدنا نبسط الحكي دكتوره قبل ما هيك بدنا نعرف عنك كمان شوي اكثر، ليش اخترتي اختصاص امراض الاورام والدم والثدي وامراض الثدي؟ هي القصه اكشلي ستارتد فيري سمبل شغله بسيطه كثير وانا في المدرسه ما اني بدي افكر اني اكون طبيبه، بتعرف كل الاطفال في بيدياتريشن بالعيله بنمرض بياخدونا عليه وبنطيب آه للأسف واحدة من اللي درسوني كتير آه معلمة الله يرحمها آه أذكرها بالمرحلة الابتدائية توفت بسرطان الثدي وما فهمت ليش كنت أفكر يعني ليش ما رحت على دكتورنا مم. لو راحت يمكن ساعدها <applause> كان الدكتور بطيب الكل آه. فأنا آه كنت under ذا امبريشن أنه هذا المرض الوحيد اللي ما بتعالج لازم آه نلاقي له علاج ترك أثر يعني في مرحلة آه هلأ ما بنساها الله يرحمها آه لما دخلت كلية الطب ودرست اكثر فهمت شو هو الاورام، الحقيقه درستها وقتها لانه لقيت فيها تشالنج و تطورات كثير كبيره، بعدين لما صح تشالنج كثير مو سهل اول ما تخصصت اهلي بدهم نسائيه او اطفال هيك الدكتورات متوقع، بعدين باطني وبدي اورام كان وقتها لساته في بدايته انه مش معقول الناس تتعالج، انا كنت اشوف وقتها الابحاث كلها بتقول انه عم بتطور وعم بيصير ديفرنس اكثر وفعلا لما كملت في امريكا وعم بشوف قديش في عليه اقبال كتخصص وقديش في تغيرات يعني علاجات وعي من العامه كتير توعيه كبيره كتير زي امراض القلب بالضبط هناك بيحكوا مم. عنها وبيحكوا عنها بنفس الطريقه بدون الخوف اللي موجود في مجتمعنا التوعيه لما تعرف انا دائما بقول لما بتعرف خصمك بيكون اسهل تتعامل معه نفس الطريقه طبعاً. طبعاً. التوعيه لها دور بطل الناس خاف منه هناك بيحكوا عنها زي ما بيحكوا عن امراض القلب والعلاجات له بتطلع اكثر من امراض القلب آه. فكانت بصراحه دراستي انه فيها متعه علميا ومهنيا بتشوف الدفرنس الناس بتجيك خايفه كتير مرعوبه كتير لما تشوف انك بتساعدها الشعور البيرسونال ساتسفاكشن قديش انت مبسوط الرضا الرضا الذاتي لا يوصف لما يجيك حدا كتير تعبان وكتير نفسيا تعبان وبعدين يتعالج وبالذات سيده ام اطفال يعني السيده في كل مراحل حياتها مهمه جدا في البيت انا مش قادره اتخيل العدد السيناريوز المعذبه ال... اللي بتمرق عليك بالافكار اذا ام الان على اولادها بس الشعور رائع جدا هو اولها صعب جدا م. وبالنهايه بيكون لا يوصف قد ايه حلو طبعا انا بشوف مش بس امراض الثدي مش بس اورام الثدي بس بمعظم الاورام اللي بشوفها الشعور رائع لما بتكون ساعدت حدا يتحسن او باذن الله يطيب من هالحاله صح في في تشالنج وفي صعوبه بس في كمان شعور مردود آه حلو بفرق بالذات بها بالذات يعني قد ما بتشوف اورام ورم الثدي شعور علاجه زي ما قلت اولها محزن كثير اول ما بتشوف التشخيص لكن النتيجه انا عرفتها انها حتكون كويسه باذن الله طبعا فهذا بالعكس كانت كل مرحله من حياتي كل ما بكبر وبقرر على التخصص وبكمل وبكمل كنت مقتنعة أكثر إني I am making a difference في فرق بعمله أنت عارف لما تيجي السيدة تعبانة وبتتعالج بتتحسن بترجع لبيتها بترجع لشغلها بترجع للمجتمع ترجع لعطائها يعني هذا بحد ذاته نجاح لا يوصف لا يوصف, لا يوصف. يمكن عم. انا يمكن شويه بكون متحيزه لشعوري كونك ل... يعني <applause> بس هو مش بس مع السيده حتى مع اي شخص بتشخصه بتعرف باي بالاورام بالذات م. نجاحك في علاجها لا يوصف هو تحدي هو فعلا الاورام لا علاج الاورام تحدي بس يمكن ما بدنا ننقل الفكره اللي انا كثير بحكيها لمشاهدين الاعزاء ما تقولوا المرض اللي ما بيتسمى اعوذ بالله منه هذا مرض يحكى اسمه السرطان وهذا مش فال سيء بالعكس انك تواجهه وتعرفه مبكرا هو احسن من انك تتفاداه وتنكره و خلينا نقول هاي الثقافه اللي ممكن تاخر بالزبط. الفحص المبكر طيب قبل ما نفوت بمواضيع كثيره وقبل ما انسى انا بالحكي ما هو سرطان الثدي احنا بدنا نحكي عن سرطان الثدي عشان اكتوبر بس ما بدنا نقول اكتوبر الدكتوره سناء شددت اول ما شافتني قالت لي انا بحب انه في توعيه باكتوبر بس بتمنى انه كل السنه تكون اكتوبر مش بس شهر اكتوبر كل الاشهر تكون توعيه لسرطان الثدي في جميع المراحل هذا الشهر بدنا نتميز انه نركز عليه عشان طول السنه تتذكروا ما هو سرطان الثدي زي اي نوع ثاني من معني ما بحب استعمل كلمه سرطان هي باللغه العربيه باي ورم خبيث ورم خبيث زي كل الاورام الخبيثه عباره عن تكاثر غير مسيطر عليه في خلايا يعني بكل بساطة أي تكاثر مستمر للخلايا بدون آه كنترول بعمل انتفاخ أو ورم م. هلا ليش بنسميه ورم خبيث؟ أنا جبت معي آه تشوف بطريقة بسيطة ترفعيها دكتورة؟ أوكي إذا حبيت ترفعيها just عشان يعرفوا كيف تبدأ بليز تكاثر غير طبيعي في خلايا طبيعيه في في قنوات الحليب في الثدي معظم الحالات بتكون في قنوات الحديد في الثدي هاي الخلايا بتتكاثر كتير زي ما انتم شايفين هون اها بتبلش تعمل كتله هلا أه. كل ما تاخرنا على هاي الكتله كل ما لقيت طريق تطلع فيه من القنوات وتنتشر أه. أه. عن طريق الدم لمناطق تانية أه. يعني بسيطه جدا الفكره تكاثر غير طبيعي عاده التكاثر هون محدود في عليه كنترول بيقول له ستوب هون ما في كنترول عشان هيك بسموه ورم خبيث لانه تصرفه ليش هون ما في كنترول دكتور ليش ما بنقدر ليش ما بنقدر نتحكم فيه هون او هون الجسم ما بقدر يتحكم فيه لانه الخليه بسبب طفره وعاده مش طفره واحده عده طفرات اها تجمعت على مر السنين نميلها هيك شوي ستريت ايوه اها أه. طفرات اعطتها قوه تخرج عن كنترول الجسم أه كل خليه عندنا في الجسم تقدر تتكاثر أه. لكن عاده تيجيها سيجنال بتقول لها وقفي هيك الكنترول في كل جسمنا اي خليه بتخرج عن هذا الكنترول بتخرجت عن النظام أه. الخروج عن النظام بيؤدي لعشوائيه تصرف عشوائي دائما في قانون بحكم بقول انا دائما السرطان زي الانسان أه. انسان صالح انسان شرير أه. انسان خرج عن النظام تصرفه اوت اوف كنترول فهي خليه غير قانونيه بالضبط هي خليه غير قانونيه تصرف الانسان اللي بخرج عن النظام بضر بالمجتمع نفس الشيء تصرف هاي الخليه خرجت عن نظام تكاثر الخلايا الطبيعي بالجسم قدرت تخرج عن النظام وتتخطى كمان حاجز الثدي وتدخل على الدم وتنتشر بالجسم فهي رح تكون مضره للمجتمع اللي هو جسم الانسان هذا هو هذا نفس الكونسبت لاي سرطان مش بس الثدي بس السرطان يختلف بمكان نشوءه مكان نشوءه بمعظم حالات الثدي حوالي 85% قنوات الحليب هاي أه. بالتالي لما بنقول كشف مبكر احنا بدنا نلاقي قبل ما يصير رايح على مناطق ثانيه تضر المجتمع تضر الانسان أه. يعني قبل ما ينتشر وياثر على جسم السيده مه. عادة بتكون زي ما احنا شايفين هون بتكون بالثدي وبنتشر عن طريق العقد الليمفاوية أهو. بعدين بيروح على الجسم